البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه احوالكم؟ كل شيء اختي بخير. توحشتكم البنات وتوحشت الفيديوهات وتوحشت نهضر معاكم وتوحشت ندير فيديوهات. المهم اختي عدنا ان شاء الله، بما انه كنت بزاف كنتردد واش نرجع ليوتيوب ولا ما رجعش، ولكن اختي كنلقى راسي كنتونس بالاخص في هذه الغربه. والسبب اللي خلاني نغبر هو الوفاة ديال العدوز ديال الله يرحمها وسع على ضيقة القبور اللي جانا على غفلة البنات. ما كانت مسكينة لا مريضة لا حتى شي حاجة، وما كانش عندي اختي الخاطر باش نرجع اليوتيوب ولا نمونطي فيديوهات ولا حتى شي حاجة. ودابا هذا الفيديو انا خديته غير ما كنتش معوله غنديرو، ولكن قلت ما نغبرش على البنات وفي نفس الوقت نشارك معكم بزاف الحويجات في هذا الفيديو. يلا اختي نخليك مع الفيديو. ملي كنقولوا اختي الغربه ديما كنقولها لكم، الغربه اختي كتعلمك تعتمدي على راسك في كل حاجه وبالاخص في الغربه. هنا كما كتشوفي بديت بهاد البطيبيطات اللي كيجيو روعه وضروري اختي في الشواء. هنا كما كتشوفي بلا فرصه البنات كيجيو روعه غير بالسميده واكسترا فانسي، كيجيو زوينين ومن الداخل متقبين بحال البغرير، كيجيو البنات فنين. وبالاحسن ملي كنبغي نسخنهم كنسخنهم البنات في الاله ديال البانيني، كيبقاو فريش بحال يلاه مطيباهم. وهنا خبيز اختي اللي درتو بالطحين ديال الذره والطحين ديال القمح ديال المغرب. وهنا البنات هاد المليويات اللي كيجيو روعه البنات، كيجيو روعه ان شاء الله. الفيديو الجاي غادي نشاركهم معكم بالتدقيق وبالتفصيل الممل، وما يمكنش اختي ما ينجحوش معاك. كيجيو البنات زوينين، درتهم حتى هما الفطور. وكانت عندي البنات الرزيزه كنت مصايباها على قبل، وكانت عندي حليوه اللي جابتها لي اختي من المغرب. سمعتي اختي القرنوش؟ تبارك الله. والحاجه الاخرى اللي كنوجد هي قطيبات ولا كفيزه. هاد المره درت القطيبات ديال الدجاج كما كتشوفوا البنات، كلشي فايته مشاركاهم معاكم. قطبان البنات اي قطبان باش يجوكم زوينين، زيدوا فيهم اختي شويه الخل وشويه صوص صوجا. وهنا وجدت خضيره المشرمله اللي كتجي زوينه اللي غندي معايا حتى هي الفيرما. وهنا البنات ملي كنقولوا اختي الفيرما كنقولوا خصنا نخلو اختي دويرتنا نقيه باش منين نجيو نلقاوها هي هذيك. بالنسبه للبنات العطريه فانا كنجيب معايا المروزيه. البنات اللي في المغرب كنجيب مروزيه ما مطحوناش، وملي كنبغيها كل مره كنطحن منها شويه. وهنا اختي الصباح نضنا وغادي نشادين الطريق للفيرما اللي بعيده علينا بساعه ونص ديال الطريق. هنا منين كتشوفوا منين غادي نوصل، اول حاجه البنات كنبدا بها فهي اختي الفطور. وهنا بغيت نشارك معكم هاد البوطه هادي اللي ديال الغاز، كتخدم البنات بالغاز، كتنفعني بحال هكا في الاعياد ولا في البيكنيك ولا بحال هكا بغيت نخرج لشي بلاصه، فهي زوينه البنات وكتباع في والمارت. وبالنسبه اختي للميعنات هنايا كما كتشوفوا كلشي البنات كنديه جو طابل بالنسبه للميعنات اللي كناكلوا فيهم. بالنسبه للبنات الا كنتو غتاخذوا الكيسان جو طابل فمن الاحسن خذوا اللي كيديروا فيهم هما القهوه، هما اللي كندير فيهم اتاي، ما تاخذوش ديال البلاستيك العادي. وهنا البنات الرزيزه سخنتها اختي غير في المقيله، ما لقيتش باش نبخرها، مي جات زوينه البنات. وهنا ملي كنقولوا اختي اتاي، ملي كنقولوا العيد كنقولوا بريريد ديال اتاي بالنعناع في الطبيعه، يا سلام اجواء كتكون غزاله البنات والناس ووسط المغاربه واللي حتى شي حاجه كتعطيها لي وتنتي كدواء مثال، فبحال اختي راكي في المغرب. وهنا البنات من سالينا الفطور مشى راجلي ذبح وجاب للراس كما كتشوفوا. هنا بغيت نشارك معكم هاد اللعيبه اللي كناخذها من وولمارت حتى هي والعماره ديالها. هاكا اختي كيجيك التشواط ديال الراس ساهل كما كتشوفي وكيشوطوا مزيان البنات. وهنا جيت ديت كنصيف الطبيله ديال الغدا. المهم اختي انا تعمدت البنات نصور لكم هاد الدنيا مرونه وداكشي باش تعيشوا معنا حتى نتوما الاجواء. حنا اختي غير روح حال، حنا اختي راحلين من دارنا حتى
البلاصه بعيده باش ندوزوا العيد. هنا كما كتشوفوا الخضيره اختي اللي وجدت لي لا قبل كتجي رائعه البنات. اهم حاجه كتبقى لك حتى الخمس ايام في الثلاجه ولا ست ايام ما كتضيع ما حتى شي حاجه. ان شاء الله دابا نشاركها معكم. كتجي اختي منظرا ومذاقا، كتجي البنات بواحد الطريقه سهله في الحقيقه وزوينه. وهنا اختي بديت كنوجد البولفاف ديالي كما كتشوفوا، والدجاج درنا الدجاج القطبان اللي وجدته هو، وكفيته اختي عطاتها لي واحد السيده كانت حدايا الله يجعلها ميزان حسناتها. وملي كنقولوا اختي الشوا كنقولوا اختي البصله والمعدنوس ضروري اختي كتربوا مع الشوا، وهذا هو غدانا. وهنا البنات كما كتشوفوا كان هذا هو العيد ديالنا. من بعد ما سالينا اختي شدينا الطريق ومشينا للدار وقطعنا اللحيمات ديالنا. وهنا ضروري اختي العادات كل واحد والعادات ديالو. احنا العاده ديالنا صباح العيد ضروري اختي هاد القطيبات ديال اللحم اللي كنشدهم وكنقطعهم طريفات متوسطين وباش يجوني فتيين، واخا هاد اللحم كان بحقيقه فتي غير هو اللبده اختي شويه. المهم كندير فيه شويه ديال الصوص صوجا ولا صويا صوص وكنخليها اختي ليله كنخليوه ليله كامله في الثلاجه وكنوض الصباح وكنشويوه. ومنين ساليت البنات خليته كيترقد في الثلاجه كما قلت لكم، ونضت اختي باش نكمل الاجواء اختي ديال التقليه والغسيل وداكشي راكم عارفين. وهنا اختي من الصباح درت هاد درت القطيبات ديالي تشواو كما كتشوفوا كل واحد كما قلت لكم والعادات ديالو باش كيفطر صباح العيد. وهنا درت مخيخ مشرمل وما تبقى اختي من فطور العيد، الحليوه وكيكه وشويه الرزيزه داكشي اللي بقى. المهم حطيناه، كان هذا هو العيد ديالنا. بالنسبه للبنات احنا العيد في الغربه انا حدو حد الفيرما، الاجواء ديال الفيرما هي اللي كتخليني نحس بالعيد، اما الحوايج الاخرين صافي كيبقاو بحال الايام العاديه. وكان هذا هو الفيديو ديالنا، كنتمنى يكون نال اعجاب ديالكم. يا الله اختي الى فيديو قادم ان شاء الله، ما تنساونيش من التعاليق ديالكم. سلام.